السلام عليكم ورحمة الله. حضرات المشاهدين، في لقائي معكم اليوم أحب أن أتحدث إليكم بموضوع سبق أن تحدثت عنه على شاشة هذا الجهاز الإعلامي العظيم ربما أكثر من مرة، ولكن لعلمي بخطورة الموضوع ولحاجة الناس إلى الإيضاح عنه، أرى لزاما علي أن أكرر الحديث عنه، علّ الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلوب الغافلين وأن يهديهم إلى سواء السبيل. لأن مثل هذا الموضوع الذي سأتحدث عنه أمر يجب تكرار الحديث عنه لما له من علاقة كاملة ومهمة جدا في حياة المجتمع الذي هو لبنة في بناء الأمة، بل في حياة الأسرة الذي هو لبنة في بناء المجتمع. هذا الحديث أيها الناس أرجو أن تصغوا إلي بأذهانكم قبل آذانكم، وأن تفتحوا قلوبكم ومعارفكم وعقولكم لكي تعوه. هذا الحديث هو حديث يتعلق بزواج الرجل من امرأة ثانية بعد أن يرزقه الله من زوجته السابقة أبناء وبنات. أيها الناس، افتحوا لي صدوركم أيها الرجال، أيتها النسوة، لأتحدث إليكم من أعماق قلبي، وأنا الذي خبرت المجتمع وعرفت كثيرا من دروبه ومسالكه، لذلك كان لزاما علي أن أغوص في أعماقه لأستخرج لآلئ الحكمة والموعظة الحسنة والعلامات الدالة على صراط الله المستقيم، لكي نضمن لمجتمعنا حياة كريمة تظلل أسره وتظلل أبناءه. أيها الرجال، أعتقد أن العقلاء يدركون ما سأقوله. أنا بتوجه في الحديث إلى المخضرمين الذين تجاوزت أعمارهم 40 و50، فإن كثيرا من هؤلاء الرجال تهدمت أركان حياتهم الزوجية وتشتتت أبناء الحياة في تلك البيوتات. اسمحوا لي أن أتحدث معكم كما يتحدث الوالد إلى أبنائه أو الأخ الأكبر إلى إخوانه، فأقول كلنا ندرك أننا قبل 30 سنة وقبل 40 سنة بما يقارب 40،
كانت حياتنا بسيطة جدا، وكانت أرزاقنا محدودة جدا، والكثير من أبناء هذا السن منكم يستشعر في نفسه أن زوجته أم أولاده كانت تعين على متاعب الحياة. فأنا أبيح لنفسي أن أفشي أسرارا عائلية لكي أصل إلى الحقيقة، لأن الحقيقة هي التي تروض النفوس وتهدئ الخواطر. أنا بعرف ناس كانت زوجاتهم تخيط لهم الأكياس وهم عندهم دكاكين بسيطة للبقالة، كانت الزوجة تقوم على شؤون البيت كله مع أن أرضه كلها أتربة، كانت تخم الحوش طول النهار، وكانت تتغسل الثياب باليسرى ولا بالوطية، وكانت تطبخ الطعام، وكانت إلى آخره، هي الوحيدة في البيت. وكان الرجل بحكم قوامته يذهب إلى السوق ويعمل ويكد ويشتغل، إما عامل في البنيان وإلا في دكان وإلى آخره. وهناك أناس أيضا كنت أعرفهم أنا كثيرا، كانت زوجاتهم تهيئ لهم أسباب الرزق وهم يعملون. كيف تهيئ لهم أسباب الرزق؟ ممكن واحد يقول أشكلت على المنشن هالكلمة. كانت المرأة تطبخ الجراد في البيت وهو يشيلها في السطول يوديه للسوق ويبيع. هذا النموذج من الرجال والنساء في ذلك الزمان يحز في نفسي جدا بعد أن تنجب هذه الإنسانة من الرجل أولادا كثيرين، بنين وبنات، فلما أباء الله عليه من نعمه وخيراته طمحت نفسه إلى زوجة أخرى فتزوج، وهنا قوض أركان الحياة الزوجية، فتشتت الأبناء بين الأب المتزوج من زوجة جديدة، قد يتزوج من زوجة تطمع فيما لديه من مال، ونسى أو تناسى ذلك العهد الذي قضاه مع زوجته أم أولاده. أنا حكمي على هذا النوع من الرجال أنهم غير كرماء، لأن الشاعر العربي يقول: إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم بالمنزل الخشن. لذلك لا يجوز للرجل مطلقا أن يتنكر لأم أولاده وأن يتبع نفسه هواها ويتنكر تنكرا شديدا، بالإضافة إلى ضياع البيت وهدم أركان الحياة الزوجية. فهذه نصيحة أسديها إلى الإخوة من أمثالي الذين تجاوزت أعمارهم 50، بأن لا يتورطوا كما تورط غيرهم وتشتتت أبناؤهم وبناتهم. فهذه المرأة التي تجرحها أنت الآن بحكم ما أفاء الله عليك من الخير، هذه لها حقوق عليك كثيرة، رعتك وأحسنت إليك وأعانتك، وهي شريكة حياتك من يوم أن كانت حياتك بسيطة جدا. فلا يجوز للرجل أبدا أن يتنكر لها مطلقا، بل يجب أن يعزها وأن يكرمها حتى يبقى هو وهي هو الملك وهي الملكة على عرش هذه المملكة. تحيطهما عناية الأبناء والبنات فيأمرون وينتنفذ أوامرهم. أما إذا قوض الرجل أركان هذه المملكة
بشهواته النفسية ورغباته الشخصية، فإن مملكته تضيع، وتضيع الأسرة ذي كلها، فمنهم من ينزاح إلى الأم، ومنهم من ينزاح إلى الأب، ومنهم من يتخلى عن الجميع وإلى آخره. وهذه علل مع الأسف الشديد أوجدها كثير ممن لا يدركون حقائق الأمور في بيوتاتهم التي نحن نعتز بها كلبنات في بناء مجتمعنا. هذه حقائق أرجو أن يتنبه إليها الرجال. وهنا أعود لأعطي كل ذي حق حقه، ولأتكلم بالحقيقة والواقع. فإن بعض هؤلاء الرجال الذين وقعوا فيما وقعوا فيه من هذا المحذور الاجتماعي، ولا أقوله شرعي أو ديني، كان سبب وقوعهم سوء معاملة نسائهم لهم. فإنما هو مع الأسف الشديد بعض النساء إذا رأت أبناءها أولادها كثيرين في البيت، 4-5 من الشباب الكبار، و3-4 بنات من الصبايا، بدأت تحس وتقول والله بعد أنا لم أعد كما كنت، ما هو لازم أتزين، ما هو لازم أتنظف، ما هو لازم أتهيأ. لا، هذا خطأ. فإنني أعلم أن بعض الرجال كان الدافع لهم إلى الزواج من ثانية هو سوء معاملتهم زوجاتهم لهم. فعلى المرأة أيها الإخوة أن تشعر وأن تحس بأن الرجل كرجل ذوقه هو هو، كما كان في شبابه يحب الجمال ويحب النظافة ويرتاح نفسه للكلمة الطيبة، فكذلك هو الآن في أمس الحاجة، بل يحتاج إليها أكثر. فهو ترتاح نفسه كإنسان من الشيء الجميل، من الكلمة الطيبة، والنفس من عادتها تصدئها القبائح والهموم، ويصقلها الجمال، ويصقلها الجمال إذا رأته، وتصدئها القبائح والهموم. هاي من عادة النفس البشرية. فإذا أرادت المرأة أن تستبقي محبة زوجها لها، فعليها أن تستمر في نظافتها، وفي تهيئة نفسها لزوجها، وفي استعدادها للكلمة الطيبة العذبة في كل وقت بحيث يسمعها منها. هذه حقيقة أرجو أن يتنبه إليها الرجال والنساء، وهي نصيحة أقولها من أعماق قلبي لإخواني المخضرمين من الرجال ومن النساء. فالمرأة التي لا تعتني بزوجها اعتمادا على أنها أصبحت أما لأولاد كثيرين، هذا الرجل لا زال يحتفظ بقوته وبنشاطه وبإحساسه وبذوقه وبشعوره، كما أيضا يحتفظ برجولته. فهو لا يقبل من أحد أن يخدش هذه الرجولة أو يسيء إلى ذلك الشعور والإحساس والذوق، فكيف بمن هو أقرب الناس إليه؟ فوصيتي لكن أيتها الأمهات، ولو بلغت الواحدة منكن 50 فما فوق، أن تستمر على تهيئة نفسها لزوجها، وأن تستمر على ملاطفة زوجها، وأن تستمر على تهيئة الجو الطيب النظيف الصالح لراحة زوجها. ليش قالوا ما من رجل عظيم إلا وخلفه امرأة؟ المرأة مو دزة، لا، المرأة تهيئ له أسباب الراحة، الأسباب التي تريح نفسه. ولذلك فإذا ما وجدتم إنسانا في المجتمع يعطي الخير من نفسه للآخرين، وتجدون على شخصيته الطراوة والشخصية والحيوية، فاعلموا أن وراءه امرأة صالحة تهيئ له أسباب الراحة والهدوء النفسي. لذلك نصيحتي قبل أن أترككم على شاشة هذا الجهاز، أن يحتفظ الرجال بالمودة والمحبة والتقدير لزوجاتهم،
الذين عاشوا معهم في زمن الفقر والفاقة وأن لا يتنكروا، كما أرجو من أخواتي الزوجات اللواتي أنجبن من أزواجهم الأبناء الكثيرين ألا يتغيرن على أزواجهم حتى يحتفظن بحبهم وبتقديرهم، وحتى تعيش هي وهو تعيش هي ملكة وهو يعيش ملك على عرش هذه المملكة المسمات في البيت. والله أسأل أن يحفظنا من الزيق والضلال، وأكرر على المرأة أن تتهيأ دائما بالاستعداد الكامل لمقابلة الرجل بالنظافة بالعذوبة الكلمة. هذه نصيحة أكررها من أعماق نفسي، فإن هذا السلوك منكن أيتها النساء النسوة هو الذي يحفظ عليكن ولكن أزواجكن، ولا تجعلن الرجل يشيح بوجهه هنا وهناك وينظر بعينه هنا وهناك. فهذه نصيحة أقولها لكم من أعماق نفسي، والله أسأل أن يأخذ بيدنا جميعا إلى ما يحقق لنا العزة والكرامة والسعادة والهناءة والاستقرار في بلدنا هذا، ويهيئ لكل المسلمين الصالحين في سائر بلاد العروبة والإسلام. والسلام عليكم.